بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ خلينا نتكلم النهارده عن درس يسمى أيام الطفولة. أيام الطفولة ده درس بيكمل سلسلة المسابقة بتاعة الأدب اللي اتكلمنا عنها في مقال في منتصف الطريق. احنا خدنا درس منتصف الطريق الأولاني بتاع القراءة، وكان حتى القصة بتاعته المرة دي. المرة دي نفس الشباب اللي متجمعين دول هيحكوا لنا قصة جديدة. كل قصة جديدة، واللي هيحكيها لنا المرة دي بنوتة اسمها هلال. هلال المرة دي مثلا هي اللي هتحكي لنا قصة. طيب هي هلال تحكي لنا قصة ايه؟ هلال قالت لنا انا المرة دي لازم ابدع في الموضوع، مش هحكي قصة خلاص، لا انا هحكي قصة شاعر هو ذات نفسه بيحكي قصته، بس في ايه يا استاذ؟ في صورة شاعر. في صورة شاعر كتب. الله، طب يا هلال نعم، هو مين الشاعر الجميل بتاعنا بتاع الرياضة اللي هناك؟ الشاعر بتاعنا ده يا أستاذ اسمه أبو القاسم الشاذلي. أبو القاسم الشاذلي يا أستاذ، أبو القاسم الشاذلي ده هو شاعر تونسي أصلا، شاعر أصلا بلده اسمها تونس. طيب الراجل ده اتعلم فين يا أستاذ؟ الراجل ده اتعلم في كلية الحقوق، درس عن الحقوق. طب هو الراجل الشاعر ده له ديوان؟ له ديوان شعر. له ديوان شعر، وكان مهتم كتير بقضايا الثورة والحرية. طبعا قضايا الحياة في تونس يعني يا استاذ. ماشي. الراجل ده هيحكي لنا يا استاذ، الراجل ده هيحكي لنا قصته وهو طفل، وهو ده يا شباب، عارفين؟ انتوا في احلى سن دلوقتي في حياتكم ممكن تقضوا، سن هتشتغل فسح فيه، سن هتشتغل مصر انتوا بتطلبوه ولا لا، سن هتشتغل تشتغل بقى ايه يا استاذ؟ المراجيح بقى والمراهن ولا بنروحها على ما اتفكر الراجل بتوع المراجيح قلت ان احنا صغيرين يعني، بس مش مشكله. الشاعر دلوقتي عندهم في تونس طبيعه الحياه شويه تكون طبيعيه، يعني هم مش كلها مدينه، تونس فيها مناطق جبليه ومناطق زراعيه و و الحتت ديت بيبان فيها قوي جو الطبيعه، جو الطبيعه الجميل اللي احنا ممكن نكون متغيرين شويه في المدن ايه السكنات بتاعتنا. هو بقى كان عايش في جو الطبيعه ده يا استاذ، كان عايش فين؟ في جو الطبيعه ده. طيب هيقول لنا كده بالمناسبه بالشكل دوت، اسمع مني كده يا استاذ، النص ده بيخلص على فكره. فانا حبيت ان انا ارحمه لك عشان انت لما تيجي تحفظه تكون حافظ الاغنيه. بص كده شاعر بيقول ايه؟ ايام كانت للحياه حلاوه الروض المطير ووداعه العصفور بين جداول الماء النمير. ايام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور وبناء اكواخ الطفوله تحت اعشاش الطيور. نبني فتهدمها الرياح فلا نضب ولا نفور ونعيد أغنية السواق وهي تلهو بالخير. نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور ونظل ننثر بالفضاء الرحب والنهر الكبير. ما في فؤادينا من الأحلام أو حلم الغرور. شاعرنا يا استاذ في النص الجميل ده بيتكلم عن حياته وهو طفل، بيتكلم عن ايه؟ حياته وهو طفل. طيب هو بيقول لنا يا استاذ وهو صغير، بيقول لنا ايام كانت للحياه حلاوه الروض المطير يا استاذ. ايام زمان وهو صغير كان عايش في منطقه ريفيه، كان عايش في منطقه ريفيه، كان بيشوف حلاوه الحدائق، كان بيرى الحياة جميلة، كان بيرى الحياة جميلة يا أستاذ زي الحدائق التي ينزل عليها المطر المطير، وكان يرى أيضا الحياة جميلة مثلها، مثل إيه بقى؟ كان بيشوف الحياة جميلة يا أستاذ زيها زي عصفور وبداعة العصفور وبراءة هذا العصفور وجمال هذا العصفور، زي ما أنتم تعرفوا برضه وداعة وبراءة ربنا يسامحني على الكلمة ده وبتاع. ماشي؟ المهم ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير وهذا
الصغير بالعربي عارفين ايه ده؟ دوت بالظبط. هو بيقول جداول دي المفروض لها جدول، جدول الماء، وجدول الماء يا استاذ بتقول الترعه التي تجري بين الاراضي الزراعيه. الترعه التي تجري بين الاراضي الزراعيه، الترعه الصغيره يا استاذ اللي بس منها ارض. طيب بين جداول الماء النمير، النمير الجميل يا استاذ. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور. أيام زمان يا أستاذ اللي هو كان سنكم وأنتم صغيرين يعني. اللي هو سنكم دلوقتي أقصد يعني يا أستاذ مش سننا إحنا كلنا الحمد لله رب العالمين. إن إحنا السن ده ما كناش بنعرف حاجة في الدنيا خالص غير إيه يا أستاذ؟ هو اللي نعرف جدا سوى مرح السرور، سوى الفرح يا أستاذ والنعم، سوى الفرح يا أستاذ. أنا إمتى هاخد النعم بتاعي؟ إمتى هاخد الرزق؟ انت اخد الاجازة عشان انزل الشارع العب تحت الافلام او اروح النادي واقع في النادي تمام؟ وبناء اكواخ الطفولة تحت اعشاش الطيور. ده كمان يا استاذ كان بيشبه الطفولة ديت كانها كوخ كان يبنيه. الراجل ده كان حاسس ان الطفولة ديت بيت صغير، الكوخ ده بيت صغير. بيت صغير يا استاذ بيبنيه، بس بيبنيه فين؟ في السماء. في السماء يا استاذ تحت عش الطيور. هو حاسس ان هو حاسس ان هو عايش فوق في السماء مش عايش وسط الارض هنا يا استاذ. نبني فتهدمها الرياح فلا نهب ولا نفور. احنا بنبني، هو هذا الطفل يعني اللي هو سن الطفوله بيبني هذه الاكواخ فتجي الرياح. الكوخ بيت صغير ضعيف، الكوخ بيت صغير وضعيف، فلما تيجي الرياح جنبه بتصب الموقعه فتهدمها الرياح فتصب الكوخ ده يقع على الارض. بيت صغير ضعيف خالص. فهو لما انت تكون مثلا تعالى افرض مثلا تلعب يعني بقيت انت في البحر فبقيت في الرمله بيت من الرمله تمام؟ فلما حضرتك بقيت بيت الرمله حتى عدى جنبك هتسقط في البيت هيعصبك جدا هيضايقك صح؟ هو بقى ساعتها الشاعر دوت اما بلد هذا البيت معلش هو الكمبيوتر بس ربنا هيك مش الله يجي دلوقتي. تمام الشاعر ده يا استاذ لما بنى بيته فلما الرياح هدمته تاني هو ما اتعصبش، لم يغضب ولم يزور بسبب هذا الحدث. ونعيد اغنية السواق وهي تلغو بالخير. بص يا استاذ في المناطق اللي فين في حاجه اسمها السواقين، السقي ده لما بنشوفه في الافلام بتلاقي كده مثلا ايه بقره او جاموسه بتعلقها كده في بتاع خشب بتلف كده حاجه اسمها ايه سقي كوره كده يا استاذ او مثلا دايره حاجه اسمها ايه دايره سنجاره يعني بتكون دايره كده يا استاذ اهي وبتلف الدايره دي يا استاذ بتطلع ميه من الارض عشان خاطر تسقي الارض الزراعيه بيستعملوها ايه يا استاذ لتسقي الارض الزراعيه طبعا يكون مفيش فيها حيوانات عشان يخليها ايه تقعد تلف. طيب نبني فتهدمها ونعيد اغنيه السماء. ده سؤال يا استاذ معلش هي السقي دي لما بتلف السقي دي لما بتلف هي بتغلي؟ لا يعني على اي فكره هتقول لي مثلا بيغلي لا مفيش خالص الكلام ده خالص لا دي السقي دي يا استاذ شبه صوتها وهي بترفع الميه من تحت الارض عشان تسقي الارض الزراعيه كانها شخص يغني شخص يغني. طب بيغني ليه يا استاذ؟ تلغو بالخرير، الخرير دوت صوت الميه، الخرير دوت صوت الماء. نشمو ونرقص كالبنادق، نغني وننشد ونرقص مثل البنادق. انا ما قدمتش الاول المعاني بس هرجعها تاني، نغني وننشد ونرقص مثل البنادق يا استاذ للحياه وللظهور وللفرح ونظل ننظر للفضاء الرحب والمهر الكبير وهنفضل يا استاذ هننشر ايه يا استاذ؟ طب الاول لسه هقول لك هننشر ايه بس مش البيت ده البيت اللي جاي بص كده معايا ونظل ننظر للفضاء الرحب وهنظل يا استاذ ننشر في الفضاء الرحب اللي هو الواسع وعكسه الضيق والنهر الكبير والكثير هذه عكسها الصغير. ما في فؤادك
الايه؟ اللي في قلوبنا. طب هو عشان ايه ما عرفش؟ هو شاهد بيتكلم على كام واحد؟ بيتكلم على اثنين. ما في فؤادينا. عندك في الكتاب في المدرسه او البوكيت بتاعك هتلاقي الكتاب عليها سكون، يعني فؤادينا بيتكلم عن شخصين عندهم قلوب، عن قلب شخصين يا استاذ. طب هو بيتكلم عن مين في فؤادينا؟ وقال ايه فؤادينا اصلا يا استاذ؟ فؤادينا ديت تعني قلبينا، قلوبنا دي يا استاذ، هننشر اللي في قلوبنا. هو اصلا على مين فؤادينا يا استاذ؟ الشاعر كان يقصد قلبيه هو وصاحبه. يبقى الشاعر يقصد قلبيه هو وصاحبه بتاع هو وصاحبه اللي كان بيلعب معه في الحته الجميله دي. ما في فؤادينا من الاحلام او حلو الغرور. طب صحيح يا استاذ، هو الغرور ده حاجه حلوه؟ لا مش حاجه حلوه. امال هو بيقول حلو الغرور ليه؟ اصل يا استاذ غرور الطفوله دوت كان حلو ان هي علاقه بالبراءه، حاجه جميله في البراءه في مرات الطفوله. طبعا بتكبر ما ينفعش تكون مبرور، بس احنا ككبار بنشوف غرور الاطفال هم عايزين يثبتوا نفسهم، دي حاجه كويسه ودي حاجه حلوه بتبان في شخصيه الطفل. فهو الاستاذ بيقول لك حلو الغرور، هو كان بيحب الغرور بتاع الطفوله دوت. تاني، ايام كانت الحياه حلاوه الرب المطير ايام وفرضها يوم. كانت الحياة وعكس الحياة الموت. لو أن كلمة الممات ما تستغربش. الموت والممات حلاوة الموت المطير، الموت هي الحدائق والمطير الذي تنزل عليها المطر. عذرا إن السبورة صغيرة فالكلام يا ربي كان كويس. طيب ووداعة العصفور بين جداول الماء المنير. وداعة قلنا يا استاذ تعني براءة. وداعة تعني براءة وجداول. العصفور بين جداول، وجداول مفردها جدول وهو مجرى مائي. بين جداول الماء المنير، الجميل. المنير هي الجميل. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، والسرور عكس الحزن. السرور عكس الحزن يا أستاذ. وبناء أكواخ الطفولة، أكواخ مفردها كوخ. تحت أعشاش الطيور، أعشاش مفردها عش، وتحت عكسها فوق. طيب نبني فتهدمها، الاثنين دول عكس بعض، واكيد مؤتمر جدا يا استاذ. البناء عكس الهد، بيان وطلاب يوضح المعنى وتؤكد، هتقولها دلوقتي في مصادر الكلام. الرياح فلا يضب ولا يصور، يعني مش بنخبط. ونعيد أغنية السواق وهي تلغو بالحرير، تلغو تعني تتكلم وتغني. نشدو ونرقص كالفنادق ومفرق الفنادق البلبل، وهو طبعا عارفينه اللي هو الطالب بتاعنا. للحياه وللفخور وللفرح نظرت نطفو للفضاء الرحبي، الرحب الواسع عكسها الضيق، هو المهم الكبير عكس الصغير. قلنا ننصب يعني ننشر. ما في فؤادينا، ما في قلبينا، وهو صاحبنا يا استاذ، من الاحلام ومفردها حلم او حلم بمعنى اصح، مش حلم او حلم الغرور. طيب الغرور يا استاذ طبعا عشان ما ننساش بس عكسها الطاقه. انا كان النص اخر مره بعد كده هو مظهر الجمال. يقول الشاعر: ايام كانت للحياه حلاوه الروض المطير ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. نبني فتهدمها الرياح فلا نضب ولا نصور ونعيد أغنية السواق وهي تلهو بالخير. نشكو ونرقص كالبنادق للحياه والفخور ونظل ننظر للفضاء الرحب والنهر الكبير. ما في
خايف وبين من الاحلام او حلم الغرور. طيب يا استاذ خليك معايا ثواني هجيب لك مظاهر الجمال برضه معانا على الشاشه هنا هتبقى حاجه افضل. طبعا هسهل الكلام اللي اقصد كله دلوقتي عشان تقول انت ايه وركز معايا. بص يا استاذ معايا النص بدا بانه احنا قلنا بيصور الحياه دي فيا فبيقول لك حلاوه الرد المطير. الشاعر عاش حياه فيا والرد هو الحلاوه فحلاوه الرد المطير ده تعبير بيدل على جمال الرد اللي هي الحلاوه ايام طفوله هذا الشاعر. تعبير جميل يدل على جمال الرد ايام طفوله هذا الشاعر. وداع العصفور بين جداول الحمام ده برضه نفس الكلام يا استاذ تعبير رب جميل بس هنا بيصور الحياه في هدوءها صور الحياه في هدوئها والسلام الذي يعمها بجمال العصفور البديع الامن طيب لم نعرف سوى مرح الصدور ده اسلوب نفي. طب غلط يا استاذ غلط تاكيد مرح الطفوله تاكيد مرح الطفوله والمرح فيها يا استاذ نبني فتهدمها الرياح. بص يا استاذ ما بين نبني وما بين نهدم دي رياح مطبات والطبات يبرز المعنى ويوضحه وكمان يا استاذ يؤكده. طيب وفي حاجه ثانيه اللي هي تشخيص. تشخيص ايه؟ تشخيص صور الرياح دي يا استاذ بان هو انسان يهدم هذا الكوخ. صور الرياح بانها يا استاذ انسان يهدم هذا الكوخ. طيب فلا نضب ولا نصور ده تعبير جميل بيصور الطفوله ديت في براءتها وبداعتها يا استاذ بانها ايه؟ اه يا استاذ مش بنهضم احنا اطفالنا احنا لازم نكون شويه المفروض نبقى كبار برضه بنهضم المفروض نكون عندنا شويه الهدوء دي. فده تعبير جميل بيصور الطفوله انها بها براءه وبها وداعه. طيب ونعيد اغنيه السواق تنمو بالخريف. بص يا استاذ احنا قلنا من شويه ان السواق دي بتطلع الميه اه وقلنا الخريف ده وقت وصلت الماء اه. طب سؤال هي السواق دي بتغني يا بني ادم؟ لا مش بني ادم. تعبير جميل صور السواق في ضخها لله لما هي بترفع الميه من تحت الارض بانها تغني يا استاذ بان هي ايه؟ بتغني. طيب تشبه وترقص كالبلاد تعبير جميل صور هؤلاء الاطفال الذين يغنوا بمثل ايه يا استاذ؟ مثل البلابل المغرده. مثل ايه يا استاذ؟ البلابل المغرده للدلاله على الفرح والسعاده. طب ننظر للفضاء سؤال هو احنا هننظر ايه يا استاذ؟ طب على فكره معلش يعني احنا ايه اللي هننشره؟ ننشر ليه؟ اه تعبير جميل بيدل على مدى السعاده والفرح اللي هو بيبدا قلب ايه يا استاذ؟ قلب الشاعر قلب صاحبه مش هو قال في اخر نص قال لك فلان قلبي انا وصاحبي اه. طيب هو يا استاذ بيقول لك الفؤاد السعاده والفرح اللي موجوده عنده هو وصاحبه فعشان كده بيمنحوها من الكون كله بيعطوها لكل الكون. ما في فؤادينا الغروب ده يا استاذ تعبير بيؤكد على براءه هذا الشاعر وصاحبه في الطفوله. أكيد بيبقى تعبير بيؤكد على براءة هذا الشاعر وصاحبه في الطفولة. ننظر الأحلام، سؤال هي الأحلام حاجة مادية أو حاجة بنسيبها في إيدينا عشان نشوفها للناس؟ لا يا أستاذ، إن هو تصوير جميل للأحلام بالورد، هو صور الأحلام دي نفسها كأنها ورد، تصوير جميل للأحلام بالورد الذي نوزعه على إيه؟ على الناس، الذي نوزعه على مين يا أستاذ؟ على الناس الذي ينشره الشاعر وصاحبه على مين؟ الناس يا استاذ. حلم الغرور هو يا استاذ صور الغرور ده بعيد عنه حاجه مش حلوه بس هو في الطفوله بيكون الاطفال عندهم كبرياء الطفوله ودي حاجه مش ماشيه في الطفل. طيب طبعا انت ما بتكبرش على زميلك الكبرياء بتكون التفوق الكبرياء بتكون انت عايز تنجح. طيب حلم الغرور ده يا استاذ ايه؟ تصوير الغرور ده بشراب حلو المزارع حلو المزارع تقول المغرور ان انت تقدر تعمل كل حاجه اللي هو شغال قفك يا استاذ زي ما بيقول الاسم كان بيقول صح كده؟ طيب عايزين ناخد بس سؤال سريع كمثال على النص. بص كده معايا اول سؤال يا استاذ فوق الشاعر بيقول ايام كانت للحياه حلاوه الروض المطير وما
بين الماء والماء المليء مفرد او معنى المليء ان المليء يعني يا استاذ الكبير والماء الواسع ولا الشيخ عندي من الله الطيب المليء يعني الطيب يا استاذ المليء الطيب الجميل يا استاذ طيب مفرد ايام يوم طب جمع العصفور ام عصافير طب سؤال العصافير تنفع لا العصفورات تنفع لا طيب مضاد حلاوه عكسها مراره حاجه مره طب الشاعر بيقول لك يا سيدي ما الايام التي يتحدث عنها الشاعر الشاعر يتحدث عن ايام طفولته هو وصائمه طيب صفه الحياه كما وصفها الشاعر في ايام طفولته هو الشاعر وصف الحياه في طفولته ايه يا استاذ اشرح الدنيا زي الفل الدنيا سهله جدا وصفها ايه وصفها بانها وصفها بانها جميله زي يا استاذ وحلوه مثل الحدائق وهادئه ووديعه مثل عصفور بين جداول الماء طيب ماذا كانت تفعل العصافير بين جداول الماء يا استاذ؟ هو مش قال لك شويه تغني وتشتم في البلاوي؟ كانت بتعمل ايه يا استاذ؟ كانت تغني وتطير بفرح وسعادة طيب ما الجمال في قول الشاعر حلاوة الروض المطير الجمال في الحتة دي يا أستاذ تعبير جميل يوضح جمال الحياة طيب حل لمقاطع صوتية أيام أيام دي بس خلينا نبقى عليها شدة الياء عليها شدة فهناخد الألف والياء مع بعض هي الساكنة والياء اللي عليها فتحة والألف مع بعض تمام والميم أخيرا طيب الروض الروض برضه عليها إيه؟ عليها شدة هي كمان طيب الألف والياء مع بعض طب والراء المتحركه والراء الساكنه ها بص يا استاذ الالف واللام والراء والواو طب يا استاذ نعم سؤال معلش اتفضل الراء هنا عليها شده احط الراء الاولانيه فين؟ هنا يا استاذ ما تنساش اوعى تنساها مش احنا قلنا عليها شده؟ يبقى الراء المتحركه هنا والراء الراء لازم تستكين هنا والراء متحركه هنا. حلو؟ طيب والضاد طبعا اخر ايه؟ في مشكله كده يا استاذ؟ اشكركم على انتباهكم وان شاء الله باذن الله تعالى